وينضم إلينا عبر سكايب من جنيف جيرمي يوريجينز العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي. أهلا بك معنا. إلى أي مدى يمكن لهذه المنصة أن تلعب دور فعال بالوقت الحالي وتعزيز هذا التعاون ما بين الشركات التي ستنضم إليها؟ شكرا على الاستضافة وعلى طرح السؤال. هذه المنصة هي منصة نتعاون فيها منظمة الصحة العالمية من أجل حشد موارد القطاع الخاص للتعامل مع فيروس كورونا. اليوم ندرك أن هذا الأمر لا يمكن لبلد لوحده أن يتصدى له أو شركة واحدة أن تتصدى له، بل هذا الأمر يستدعي تعاونا دوليا للتعامل مع أزمة دولية. هناك شركات تركز على 3 مجالات. نحن نريد حشد الموارد من مجتمع الأعمال بأكمله. ثانيا الهدف هو حماية معيشة العمال. والعنصر الثالث أو الهدف الثالث هو ضمان مرونة الشركات واستمرارها في العمل خلال هذه الفترة الهامة. نعم، يعني إلى الآن ما مدى استجابة الشركات للانضمام إلى هذه المنصة؟ أطلقنا المنصة يوم أمس مع 500 رئيس تنفيذي في اتصال مشترك مع منظمة الصحة العالمية، وهناك تجاوب إيجابي من الجميع خلال هذا الاجتماع. واستمرينا أيضا في الحصول على الدعم، وطبعا الأمر كان يتعلق بتوفير الخدمات الفنية ومعدات الحماية الصحية والمواد المطلوبة لضمان وجود سلاسل توريد قوية والمساعدة في دعم الأبحاث الضرورية للبدء باستكشاف تطوير اللقاحات أو الاستمرار في جهود تطوير اللقاحات في الأسابيع والأشهر المقبلة. نعم، هل سيشمل فقط ضمن هذه المنصة مشاريع متعلقة بقطاع الأدوية سيد جيرمي، أم هناك توسع ربما لقطاعات أخرى يعني قد تعاني بالفترة المقبلة جراء هذا الحظر اللي عم نشهده على العديد من المواد الاستهلاكية وأيضا ربما عم تفرضه بعض الدول على سكانها؟ التركيز الأساسي في الأزمة وتحديدا كان هناك تضرر لقطاع السفر وأيضا السياحة والطاقة مؤخرا. هذا الأمر ينال كل القطاعات، وبالتالي نحن أيضا نريد التعامل مع كل الشركات، ونحن بحاجة إلى الشركات الطاقة وشركات الأدوية وشركات المواد الاستهلاكية. نريد أن تساعدنا في التعامل مع هذه الأزمة، الأزمة التي تطال النظام بأكمله. نعم، هل تعتقد بأن القطاع الخاص أو الشركات بوحدها سيد جيرمي هي قادرة على لعب هذا الدور يعني وتحديدا من خلال هذه المنصة، أم ما زلتم بحاجة لدعم أيضا من الجهات الحكومية لتعزيز توازن الشركات ربما أيضا الحكومية التي قد تساهم بتخفيف الأثر؟ في هذه الحالة نحن نريد مشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية، هم في الطليعة، لكن لن يستطيعوا معالجة الأمر بمفردهم، بل نحن بحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص، ونحن في شراكة مع منظمة الصحة العالمية لتوفير هذا الدعم وتوجيه الاهتمام إلى المجالات ذات الإلحاح وذات الأهمية العاجلة في الوقت الحاضر. نعم، لديكم أيضا آلية يعني لدعم التبرعات، هل التبرعات هنا نقصد بها تبرعات مادية أو هي فقط منتجات قد تحتاجها الأسواق أو الدول خلال هذه الفترة سيد جيرمي؟ هناك مجموعة واسعة من القدرات والموارد التي يجب أن تسخر هنا. رأينا استثمارات هائلة عبر عنها على المستوى الدولي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. هذه المؤسسات تطوعت لتقديم دعم، لكن نحن بحاجة إلى الموارد، وأيضا نريد ضمان بقاء سلاسل توريد مفتوحة وكيف
نحشد قدرات الأبحاث وتقديم المواد الأولية المطلوبة. هذا جهد مشترك بين الحكومات والشركات. نعم، دعني أسألك سؤال أخير، يعني هل هناك شروط معينة لانضمام الشركات إلى هذه المنصة، أم تفضلون قطاعات معينة أن تكون بالفترة الأولية ضمن تواجدها لديكم؟ في بادئ الأمر تواصلنا مع الشركات الكبرى على المستوى العالمي والمستوى الوطني من جميع القطاعات، ومع مضي الأمور نحن نفسح المجال لأي شركة تستطيع أن تقدم إسهاما له معنى على المستويين المحلي والمستوى الدولي. هناك معلومات إضافية على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي على الإنترنت لمعرفة الاحتياجات وكيف يمكن تقديم الإسهامات. نعم، ونشكرك سيد جيرمي يوريجينز العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، كنت معي عبر سكايب من جنيف، شكرا جزيلا لك.